نريد أن نعرف مستحبات الصيام. الصائم استحب له فعل نبدأ منه: قراءة القرآن كلام الله. هذا الشهر شهر تنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن على جبريل عليه السلام، وعرض عليه السنة التي قضت فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. تكثر من قراءة القرآن تجعل لك ولد أصلا مجرد ما يدخل شهر رمضان يبقى في المسجد أحسن. أي والله، نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. مجرد ما تقول الله الله أنا مرتبة المباح، تعجيل الفطر وتأخير السحور. يؤخر السحور كيف؟ يعني يقول الآن أنا الآن نافل بعد صلاة التراويح، فما يقصر قبل أداء الفطر. السنة تأكل تتسحر على تمرة واحدة أو ثلاث تمرات حتى تقوم مقام السحر. تسحر فإن السحر بركة، بركة لما؟ بركة في الطعام اللي تأكل، وبركة في تقوية البدن على الصيام في النهار. على ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ يفطر على أوفر. فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام تفاح أو دقاق أو كذا. فإن لم يجد كان السيارة وليس لك لا طعام ولا شراب، ماذا يصنع؟ يذهب. فإذا نوى الفطر أمر. طيب استحبابات الصدقة لماذا؟ لأنه بالصيام تتحكم حال الفقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر من الخبز والرمى، فتح الله عليه تفطر الصدقة كبيع موسى عليه الصلاة والسلام. قلت الكلام. نعم، هذا من المستحبات، هذا من الواجبات. يجب عليه ترك قول الزور فلان به كذا، والعمل به، والغيبة والنميمة، حسد، غل، كذا. أي أحد حدثك في رمضان من فلان، الجماعة الطائفة، جماعة المسجد، أعوذ بالله. ونشوف في رمضان يدخل في آخر الإمام طول. أمام الباب هنا يلبس ساعات ولا يشتغل. الله كان في المسجد يركب على راس ابليس. لا، عمارة الشياطين لا تتصفد، لكن سلاح الشياطين موجود. شيطان الانس اخطر من هذا. شيطان الانس، لان شيطان الانس تستعين يذهب، اما شيطان الانس ما يذهب. مشكله هذا شيطان الانس. والله اكبر مشكله عندك شيطان الانس. ما يذهب تستعين، ما يذهب. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام إن فلان يقول في كذا وكذا. لو يوم جاء الإسلام وقال فلان يا أبو إبراهيم تكلم ذيك البارحة يا الله يسامحك. وماذا قال يا إمام؟ وماذا قال؟ أعوذ بالله في كذا وكذا. صح؟ الحسن رحمه الله عندما جاء إلى هذا الرجل وقال فلان يقول في كذا وكذا، قال يا هذا الرجل أنا لا أجد الشيطان رسول الله، أنا لا أجد الشيطان رسول الله، بحث الشيطان يوسف ما أريد أن أنت رسول الشيطان. والله لو كنا على هذا أستحي جيب واحد يقول لي فاسمع أنت رسول الشيطان تفتح. صح؟ طيب نعم أبو عرب استحبات السيارة ترك الموبايل دعوة الصائم الاستجابة. نعم كان عنده فطر يكثر
من ذكر الله واستغفار قراءة القرآن على الأقل. صلاة التراويح حافظ على صلاة التراويح ولا كمان يأكل الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني يفيض إن شاء الله الشيخ عبد العزيز قال لي لا أختم القرآن قل وطير الله في قال لا أقرأ عشر صفحات قل أقرأ ما عندنا إشكال احنا عبيد لله نريد نصلي نريد نقول الله هذا غير بقية العوام مرة واحدة نخدم القرآن في هذا المسجد ونشعر تسمع القرآن وتراجع خبر التفسير ايش الإشكال عندنا مسجد اسمع هذا مسجد بجانب السوق كل ما بالمسجد تجار ويريد إقامة الصلاة بسرعة وبعضهم لا تجاه رجل فيوم أدن بعد أدن جهر هذا هو الأرض الصلاة سبحان الله إقامة الصلاة في يد من؟ الإمام الأدن فهذا الإمام جهر وجهر دخل هذا قرار الصلاة أقام الصلاة وصلى بسرعة وسلم هذا الإمام فقال هذا أن لو لم أقم الصلاة قال فرد لكم السلام عليكم فرد لكم حتى الوضع كان ما يحدث في كلامي بلد ما قعدوا بالفجر حدث كما قالوا اليوم عندما قطعوا عليك حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا والله أشهد سبحان الله الوزير قال الأمس قال كذا فمن قال يتحدث معه بعدين قال كم أنا أتحدث قال الله ممكن ربع ساعة لنا أو نص ساعة قال أنا أخاف الله المسجد بعد الفجر دقائق وهنا تتكلم اسمه آية مرة بعد هذا لو تكلمت في المسجد قلت أقل الصلاة والله كما أقول بقي معك ذاك اليوم بسجد يعني فأي واحد عنده كان في القرآن يقول الإمام طول يبقى يصلي يصلي يبقى يمشي لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كان يرتاح بين ركعات قيام قيام طويل يا رب الشيخ عبد العزيز يقول انا اصلي فيكم ساعه فقط بس وقت ما القران ان شاء الله تعالى ساعه مع صلاه العشاء ساعه هنا شاشه ساعه والله من يتق الله يعلم ما خرج ورزقه من حيث لا صحيح انت تريد تصلي صلاه خشوع وقراءة وتلاوة تدعو الله تخرج من كل شيء والله تتمنى أن العام كله صحيح إلى الله صلى الله عليه وسلم آمين فليتكلم أن ترى هذا إلا مع الشيطان هنا سبحان الله يتكلم في كذا يتكلم في هذا خلاص أنا نعم الله قال صار المساعدة والمشاركة في اختصار تكون لك مثل الأدب حتى لو إذا كان ليس لديك ما تعال ساعد الأخوة اختصار تاخذ أدب نعم نعم بالنسبة للصلاة النوافل النوافل خوف الله قراءة القرآن والصدقة الصدقة يا ابن الاهتمام قد يقول هذا الشيخ اعتمار انت تعرف لا تأشير ربك يا أخي انت تطلب من من الله صحيح تطلب من الله لا تدعو وتقول ما تستجيب لي لا يا تطلب من الله الله من وين أقول لكم الشعر إمام رحمه الله هذا الشعر رحمه الله كل عام يحج في طواف الوداع وهو يطوف طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف آخر عام في البيت الطواف وهو يطوف طواف الوداع يقول يا رب لا تجعل آخر عام في البيت كل طواف الوداع يتذكر هذا يدعو السنة الوداع في العام الثاني يحج ويدعو ويعود ويدعو حتى بلغ 80 عام
في العام 80 وهو يتوب تلقى قد استحيل المرض 80 عام. ما جاء قرر العام والله العام العام الماضي حصلت إشكالات عند بعض الجزائريين في التأشيرة الحج. ليلة يوم الثامن بعد العصر يوم الثورية في الناس الحج اتصلوا عليه قال تعالى سبحان الله كفر الله لهم الحج. أخذوه بالطائرات إلى جدة بالسيارات أجرم على الأرض مباشرة وتركوا الحج. والله هذا يقول لي ما أتوقع أن أحد عمر رضي الله عنه ذهب الله نفسه الشهادة أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كيف شهادة صادق مع الله تصدق مع الله أخي لا يحبك وإذا تصدق مع الله وإذا ما حد يحبك عمر لا يحبك الله لا يحبك اعتماد إلى الله الصلاة على النبي يا رب نعم صلة الأرحام أو الاتصال فيهم يعني. نعم يعني هذا يأتينا إن شاء الله تعالى الآن في العيد. نعم المهم الاعتكاف ثلاثة اعتكاف ما تستطيع الاعتكاف في العشر كاملة على ما سيأتي خاطر كل يوم تستطيع الله كم تعتكف في العمل أيام من أجل الدنيا حتى تقول هذا من أجل الآخر. طيب قيام الليل إذا كان الصلاة التراويح والطيب الآن الصيام هذا من هذا الدرس وتزرقان بكل الأسئلة إن شاء الله.